اهلا بيكم في واحدة من اجمل المدن في فصل الشتاء، بل بالنسبة لي انا في كل الفصول. اهلا بيكم في اسطنبول في فصل الشتاء. ناس كتير طلبت مني ان انا اعمل فيديو عن اسطنبول في فصل الشتاء وهي عاملة ايه، هل بتبقى زحمة، هل بيبقى فيه سياح، هل المحلات بتبقى فاتحة عادي، الرحلات كل حاجة بتبقى على طبيعتها ولا بيبقى فيه تغيير. النهاردة انا هعمل لكم جولة جميلة جدا من اول منطقة بايزيد وحتى منطقة أورتاكوي. هنبتدي من منطقة بايزيد، المنطقة الجميلة اللي انا عشت فيها حوالي شهرين قبل كده. منطقة بايزيد على الترام وطبعا بتمتد حتى البحر مرمرة، منطقة جميلة جدا جدا، خصوصا ان فيها الجراند بازار والمحلات الاكل الكبيرة والمشهورة. طبعا منطقة بايزيد منطقة معروفة جدا، ومسجد بايزيد، وهناك طبعا في برضو المحلات الكتيرة زي ديفاكتو والي سي ويوس بولو ونايك وسكيتشر. يعني منطقة بايزيد من المناطق الحلوة والمهمة جدا، وطبعا الكافيه المشهور شاه سلطان، القعدة بتاعته الجميلة اللي بتشوف الميدان بتاع ميدان بايزيد. بعد كده بقى بنكمل على منطقة شامبرليتاش، والمنطقة دي تعتبر من المناطق الأثرية اللي فيها طبعا البرج الروماني القديم. والمنطقة دي هي ومنطقة بايزيد من المناطق الكويسة والحلوة اللي الناس تقعد فيها لو هي عايزة تبقى في قلب اسطنبول بأسعار حنينة. بعد كده بقى هنكمل مشي على الترام وندخل على المنطقة الأثرية والمنطقة الأشهر في اسطنبول التاريخية، وهي منطقة السلطان أحمد. منطقة السلطان أحمد بتعج بالسياح دايما، لأن هي منطقة بتعج بالأماكن الأثرية. حدث ولا حرج، طبعا عندك مسجد السلطان أحمد وساحة السلطان أحمد الجميلة اللي على طول فيها سياح، سواء في الصيف في الشتاء في الربيع في الخريف، طبعا لأن هي بتضم يعني حاجات من أهم الأماكن الأثرية في اسطنبول، وعلى رأسها طبعا آيا صوفيا اللي أصبح مسجد، وزي ما انتم شايفين طابور طويل جدا علشان الناس تدخل آيا صوفيا. يا جماعة الطابور تقريبا يعني ممكن تقعد فيه 3 و4 ساعات. وطبعا عندنا مسجد السلطان أحمد الجميل بالساحة بتاعته. أنا مش متخيل الناس إزاي بتاخد صور حلوة في فصل الصيف يا جماعة. فصل الشتاء زي ما انتم شايفين الدنيا هادية ورايقة، رومانسي جدا، يعني تقعد كده وتشوف الأجواء الجميلة. وطبعا بقى ما ينفعش تبقى في قلب اسطنبول في فصل الشتاء وتاكل بقى الذرة المشوي او الكاستناء السخن وتدفي نفسك، ويا سلام بقى على الصميت السخن مع كوبايه الشاي، حاجه ولا اروع ولا اجمل. طبعا الزحمه جماعه ما بتسكتش ما بتخلصش في اسطنبول، مدينه من العيار الثقيله جماعه في السياحه. ومسجد السلطان احمد بقى والقعده قدامه، يعني بصراحه اجواء جميلة جدا مفيش أي اتنين يقدروا يختلفوا عليها. علشان كده أنا بنصح الناس إن هي تسافر اسطنبول في فصل الشتاء، حتى لو في سنو بتبقى المدينة مطلية بالثلج الأبيض الجميل، ويعني يا سلام بقى مع الصور الحلوة في وسط التلج. لو توجهنا بقى بعد كده على المنطقة اللي بعدها وهي جولهان بارك، واحدة من أجمل الباركس اللي موجودة في قلب اسطنبول، لأنها مبنية ما بين سلطان أحمد ومنطقة توبكابي بالاس، القصر العظيم اللي ظل يحكم العالم كله لمدة 100 سنة. جولهان بارك فيها أنواع كتيرة من الأشجار والزهور، وسلام بقى عليها في فصل الربيع بتبقى مطلية بالأخضر والألوان الجميلة بتاعت الورود، وزي ما شايفين الناس بتحب تروح وتتنزه فيها وتتمشى فيها وتستمتع بالطبيعة. بعد كده بقى هندخل على منطقة جولهان نفسها، اللي هي منطقة تعتبر صغيرة إلى حد ما، وفيها بعض المطاعم الجميلة طبعا، وفيها الأزقة اللي هي بتدخلك بقى على سوق منونو، على السوق المصري، على الشوارع الضيقة اللي فيها بعض المحلات وبعض المطاعم الصغيرة والكبيرة. هي طبعا كلها مناطق متشابكة ببعض، وهناك طبعا في فنادق. وطبعا يا جماعة بالنسبة للأسعار في اسطنبول في فصل الشتاء، الأسعار ما بقتش زي السنين اللي فاتت، خصوصا بعد موسم كورونا. اسطنبول بقت جاذبة للسياح، وبعد طبعا الحرب الروسية الأوكرانية
بقوا الأوروبيين والروس والأوكران بيحبوا يروحوا يقعدوا في الشتاء هناك لرخص أسعار الوقود والطاقة مقارنة بالبلاد بتاعتهم، فعشان كده ما تتوقعش إن هي هتبقى رخيصة قوي عن الصيف. بعد كده بقى هندخل على أهم منطقة موجودة في اسطنبول القديمة، وهي منطقة سيركجي. منطقة سيركجي دي أنا بعتبرها رمانة الميزان اللي موجودة في قلب اسطنبول التاريخية. طبعا منطقة مليئة بكل حاجة أنت عايزها، بداية طبعا من محلات الحلويات المشهورة، وعلى رأسهم طبعا حافظ مصطفى اللي الناس بتحب تروح عنده تاخد بقى بعض البقلاوة بالكنافة بكوبات الشاي أو الكابتشينو، وتاخد طبعا الهدايا وهي مروحة، وجنبها برضو محل صفا وعلي قسطى، وفي هناك برضو المطاعم الصغيرة اللي بتقدم الفطار الصبح. وطبعا وانت في منطقة سيركجي هتبقى قريب من منطقة مترو مرمراي، وقريب من ساحل إمنونو الكبير والجميل اللي طبعا بتاخد منه المراكب اللي بتروح للجزء الاسيوي او بتطلع رحلات البوسفور، وبتبقى قريب من منطقه السليمانيه وطبعا كافيهات السليمانيه، وقريب من قعده البوسفور. وعلشان خاطر طبعا كل المميزات دي، فمنطقه سيركجي رغم ان هي ما فيهاش فنادق عاليه قوي وكلها فنادق على الطراز القديم، بس هي اسعارها غاليه ودايما بتبقى فول كومبلي في المواسم اللي موجوده في اسطنبول. بعد كده بقى هتلاقي نفسك رايح على المنطقة الحلوة التانية، وهي منطقة طبعا كوبري جلاطة. إمنونو زي ما انت شايفين فيها يعني ساحات كبيرة لطبعا محلات السمك والمراكب اللي بتبقى قاعدة، ويا سلام بقى وانت بتاخد المنظر مع كوبري جلاطة مع الجزء الأوروبي التاني، تشوف برج جلاطة الكبير والجميل ومنظر الناس وهي بتصطاد على الكوبري، وطبعا صوت النورس مع صوت البواخر والصميت السخن اللي احنا ما نقدرش نستغنى عنه في فصل الشتاء. لو اتمشيت بقى على كوبري جلاطة حوالي 5 لـ10 دقايق كده هتروح للجزء الأوروبي التاني اللي هو فيه برج جلاطة، واحنا طبعا يعني خدنا بقى الترام وتوجهنا لمنطقة تانية بعد ما خلصنا منطقة إمنونو، ورحنا لمنطقة أورتاكوي. أورتاكوي من المناطق الحلوة والجميلة اللي الناس بتحب تروح عندها علشان تاخد الصور الجميلة مع طبعا مسجد أورتاكوي الشهير. منطقة جماعة من أجمل المناطق في اسطنبول اللي تقدر تستمتع فعلا بمنظر بقى البوسفور مع كوبري 15 تموز مع الصورة اللي هي تعتبر برواز يا جماعة. كتير طبعا من الناس بيشوفوا صور الانستجرامرز واليوتيوبرز والمشاهير بيحبوا ياخدوا صور في المنطقة دي. المنطقة دي طبعا أنا بحب أزورها بالليل، كمان بتبقى غاية في الجمال والروعة. بعد كده بقى هنرجع على قلب اسطنبول الأوروبية، وهي منطقة تقسيم وما حولها، طبعا شارع الاستقلال، الشارع الشهير الذي لا ينام يا جماعة، الشارع اللي موجود فيه كل البراندات العالمية والتركية ومحلات الأكل طبعا التركية وكل حاجة. وخلي بالكم وانتم في ميدان تقسيم دايما وشارع الاستقلال من السرقة او النصب او الاحتيال، لان ناس كتيرة بتشتكي من الموضوع ده. طبعا مفيش اجمل من ان انت تركب الترام الاحمر في شارع الاستقلال وتستمتع طبعا بقى بالمرور فيه، يعني بتبقى اجواء جميلة جدا جدا في قلب اسطنبول، في قلب عاصمة السياحة والرومانسية والجمال. وبكده تكون انتهت جولتنا في قلب اسطنبول التاريخية. ابتدينا من بايزيد لتشامبرلتاش لسلطان احمد لجولهان لسيركجي لإمنونو، ووصلنا لأورتاكوي، ورجعنا تاني لتقسيم وشارع الاستقلال. يعني ده يعتبر برنامج ليوم كامل يا جماعة. طبعا انا خدته معاكم بسرعة، بس طبعا هو معاك ممكن كمان ياخد اكتر من يوم عشان تستمتع بكل حاجة انت بتعدي عليها وتاخد صور وفيديوهات وتستمتع بقى بالاكل التركي وتعمل شوبينج كل حاجة حواليك. رجعنا لمنطقة سيركجي الجميلة اللي انا قاعد فيها، وطبعا مفيش اجمل من منطقة السلطان احمد بالليل بقى وصوت الاذان ومنظر مسجد السلطان احمد وهو منور. اتمنى تكون الجولة عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لايك يا جماعة وسبسكرايب للقناة، واشوفكم على خير ومع السلامة.